دوليا، وفي الصحراء الغربية أكدت المنظمة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربية إساكوم أن سلطات الاحتلال المغربية تمعن في اغتصاب حقوق الشعب الصحراوي والمضي في الإجهاز على الحريات الفردية والجماعية للجماهير الصحراوية المطالبة بالحق في تقرير المصير. هذا وأضافت المنظمة في بيان لها بأن قوات الاحتلال المغربية اعتقلت الشاب الصحراوي نور الدين محيتي بمطار مدينة مراكش أول أمس على خلفية مذكرة بحث صادرة بحقه من قبل الاحتلال المغربي، حيث تعود أسباب الاعتقال إلى سنة 2014 في قضية تتعلق بنشاطات نضالية للشاب الصحراوي بمدينة كلميم.